ويتساءل العديد من الناس، هل يجوز الكلام أثناء الجماع بين الزوجين؟ وهناك حديث مشهور في هذا الصدد، فعن قبيصة ابن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفاقة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة والاستثناء هو التحريم، فيجوز للزوجين أن يتلفظا بما شاء في حدود شرع الله، فلا يجوز للرجل أن يقول لزوجته البذيء من الكلام في تلك الأثناء، وإنما يجب عليه أن يتلفظ بالطيب من القول مما تحب زوجته أن تسمعه منه. فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومن المستحب للرجل إذا أتى أهله أن يسمي الله ويدعو بالخير، فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. رواه البخاري. وفي سياق السنة النبوية يجب أن تتم العلاقة في جو من الود والملاطفة يتخلله الحب من كلا الزوجين، فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على زوجته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام. وهذا حديث ضعيف الإسناد أيضا، ولكنه صحيح في الجملة والمضمون، ويؤخذ به في آداب الجماع. ويشترط في هذه العلاقة أن تكون في سرية تامة بعيدا عن العيون والأبصار، ويجوز للرجل أن يمتع كل حواسه بزوجته، وهي كذلك، فيجوز للرجل أن ينظر ويشم كل جسد زوجته، ولا حرج في ذلك، لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويجوز أيضا للزوجين أن يستحما معا، ولا حرج في ذلك. ولكن أحبائي، يجب أن نحذر الجميع من خطأ يظنه الناس بسيطا وهو عند الله عظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، أي سكتوا. فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وهذا الحديث يوضح حرمة إفشاء سر الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، خاصة فيما يتعلق بأمر الفراش. وروي في فضل المعاشرة بالمعروف أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم. فاللهم اجعل كل أفعالنا مما نتقرب به إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.